بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نستعين. أيها الأخوة المتابعون في كل مكان، هكذا ينطلق هذا الشوط أيضا الثالث، مخصص هنا للإبكار. المشتركات متابعينا الكرام، 1500 متر هي مسافتنا مشاهدي الأعزاء متابعي الكرام، لناتي هنا مع الصدارة الشاهنية لخليفة بن حميد بن محمد المشيخي، ياتي في هذه اللحظات ويقدم لنا شعاره وتحديات، بينما هنا ثانية التحديات الشاهنية، وياتي هناك راشد بن محمد بالشرقي العفاري، بينما هناك الدخول والتواصل في هذه اللحظات والقدوم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام من خلال هذا التحدي والمنافسة في هذا. هذه كم رقم هذه؟ ياتي في هذه اللحظات مشاهد الاعزاء مع الشاهنيه سعيد بن سالم بسهيله العامري، ياتي هنا من خلال هذا المسار، بينما هناك الاسم القادم في هذه اللحظه والمتواصل هنا بهذا الاداء الرائع والجميل الشاهنية المبارك بن مادوب بن محمد العامري، ولكن هناك اسماء قادمه لم يحن دخولها بعد. اعود الى مقدمات الشوط مع اللي انفردت، مع اللي انطلقت، ما شاء الله تبارك الرحمن، اداؤها رائع وجميل. تواقه تواقه تواقه، ياتي في هذه اللحظات سعيد بن محمد بن سالم العفاري من يقدم تواقه على الصداره الاولى وعلى مقدمه هذا الشوط من خلال هذا المسار وخلال هذا التحدي والمنافسة الرائعة مع هذا المسار. هنا تواقة مشاهد الأعزاء تبحث عن الفوز، تصل إلى خط النهاية معلنة الفوز، معلنة الانتصار. سلام تواقة، سلام سلام تواقة، سلام، تهانينا لسعيد بن محمد بن سالم الأعفاري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار هنا بهذا الشوط. المركز الثاني كان شعار أيضا هناك الدحبة بن غزول العامري، أتى أيضا مع الشأنية، بينما المركز الثالث المركز الثالث متابعينا الكرام، هناك شعار مبارك بن مادوب بن محمد العامري، أتى أيضا على ثالث الأسماء. إذا تهانينا والناموس مشاهد الأعزاء متابعي الكرام لمالك تواقة سعيد بن محمد بن سالم العفاري على هذا الفوز والانتصار. والتوقيت الزمني 2:13:34 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس.